عبر خدمة سكايب السيدة نسرين عياد مكلفة بشؤون المرأة والفتاة بجمعية لقاء شباب الجزائر تيسمسيل. أهلا بك سيدتي، كل سنة وأنتن بألف خير بمناسبة عيد المرأة. أهلا بك سيدي، كل عام والمرأة الجزائرية بألف خير. إذا نشكركم على هذه الاستضافة. شكرا، أهلا وسهلا بك السيدة نسرين عياد. من دون شك تابعت رسالة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة عيد المرأة، ما رأيكم في رسالة الرئيس؟ إذا السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعد توليه الرئاسة بعد نهاية الحراك الأصلي راهن على المرأة الجزائرية في بناء الجزائر الجديدة، ووضعها في قلب التحديات الأساسية التي ركز عليها من خلال إفراز دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. والدليل على ذلك أن رئيس الجمهورية تقريبا ركز بشكل كبير من خلال تنصيبه للعديد من الهياكل الاستشارية الرسمية على دور المرأة وأحق لها مكانة في العمل السياسي، وهذا دليل يثبت مرة أخرى بأن السيد رئيس الجمهورية له رغبة كبيرة في المراهنة على دور المرأة الحقيقي في الجزائر الجديدة. نعم، سيدة نسرين، كيف ترين التنمية الريفية في الجزائر وأنت متواجدة في ولاية تيسمسيل؟ نقدر أنها ما زالت ناقصة ويلزم لها ربما إشراك مجتمع مدني فعال ومكون في هذا المجال؟ صراحة التنمية الريفية تشهد حركة فريدة من نوعها منذ قدوم رئيس الجمهورية الذي ركز في أكثر من مناسبة على ضرورة دعم ساكنة الريف ومرافقتهم، حيث استفادت العديد من المناطق الريفية العديد من المشاريع التنموية التي من شأنها تسهيل حياة المواطن بهذه المناطق. في الآونة الأخيرة يشهد الواقع الاجتماعي للمرأة الريفية الكثير من المتغيرات وتحديات أيضا التي يجب تأهيلها للتعامل معها، فيما تتمثل في رأيك هذه المتغيرات والتحديات؟ يعني المرأة الريفية رفعت التحدي وباءت أن تكون سواء الرمانات الوطنية الكبرى للمساهمة في خدمة البلاد وشعبها والحرة. طيب سيدة نسرين عياد، وانت كمكلفة بشؤون المرأة والفتاة في جمعية شباب الجزائر تيسمسيل، هل من مشاكل تعيق عملكم الجمعوي هناك؟ صراحة لا توجد أي مشاكل تعيق عملنا الجمعوي بولاية تيسمسيل. يعني صراحة قال ولي ولاية تيسمسيل السيد محيل العرج يقدم لنا كل الدعم والتسهيلات لإنجاح العمل الجمعوي. إذا نثني مجهوداته الجبارة على مرافقة الحركة الجمعوية بولاية تيسمسيل. في الأخير ربما أشير رسالة التي توجهينها للمرأة الجزائرية وبتحديد المرأة الريفية أيضا؟ في الأخير نقول المرأة الجزائرية بصفة عامة صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير، والمرأة التيسمسيلية بصفة خاصة كل عام وهي بخير، كل عام المرأة هي مثابرة، كل عام المرأة هي مكافحة يعني في العمل في المنزل في إذا عيد سعيد لكل الأمة العربية وال شكرا جزيلا لك السيدة نسرين عياد مكلفة بشؤون المرأة والفتاة بجمعية شباب الجزائر، كنت معنا من تيسمسيل عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك وكل سنة وأنتن بألف خير.